لمزيد من الإيضاح حول هذا الموضوع وحول إنجازات وما قامت به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع الهاتف سيادة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة. سيادة اللواء مساء الخير. مساء الخير استاذ نشأت عليك وعلى مشاهدينك الكرام. اهلا بك يا فندم. يعني انا كنت من فتره اتكلمت على موضوع العلاوات الخمس، والحقيقه موضوع فني، يبدو ان هو فني بشكل كبير جدا، لان فيه يعني اجراءات محاسبيه ومعادلات رياضيه والى اخره. يعني اثرنا على يعني هذا الموضوع، ونطمئن الناس المستحقين او اللي بيسالوا والمستفسرين على هذا الموضوع. سياده اللواء اسمح لي في الاول اشكر حضرتك على تبنيك للقضية دي طول الفترة اللي فاتت، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت ان الموضوع ده فني قوي، مش كل الناس بتفهمه. في قواعد قانونية، احنا بننفذ قانون. كانت معالي وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج كانت امرت بتشكيل لجنة قانونية لدراسة مش موضوع المؤسسات الصحفية فقط، لا، دراسة المؤسسات الصحفية وكل القطاع الخاص اللي قال أنا خدت العلاوات وما استفدتش من القانون اللي أمر به فخامة الرئيس. صحيح. فإحنا الحقيقة لما توليت المسؤولية كملنا على الشغل اللي تم قبل كده، وحطينا معايير تبقى واضحة للجميع، هو اللي بياخد بياخد ليه، واللي مش هياخد ما خدش ليه. صحيح. فقلنا لابد من توافر ثلاث شروط أساسية. الشرط الأولاني أن يكون في قرار بمنح العلاوة. صحيح. الشرط الثاني أن العلاوة تنزل ضمن مفردات المرتب بتاع الموظف أو المؤمن عليه. الشرط الثالث أن تكون العلاوة دي سدد عنها اشتراكات احتياط المعاش. اللي هيتوافر في شأنه الثلاث بنود دول أهلا وسهلا به، ويستفيد زيه زي القطاع الحكومي بالضبط. صحيح. خدنا ده وطبقناه على المؤسسات الصحفية القومية، ودي الحقيقة وجدنا ان ليها طبيعة قانونية تختلف طبعا عن القطاع الخاص. صحيح. مش عايز اطيل على حضرتك في التفصيلات، لكن زي ما حضرتك اشرت بالضبط، احنا رحنا زرنا كل المؤسسات الصحفية، لجنة من ادارة التفتيش المركزي عندنا نزلت وجابت كشوف المرتبات بتاعة الناس في سنة 2006 وفي سنة 2007 وهكذا. تأكدنا من صدور قرار المنح، تأكدنا من إدراج العلاوة في المرتب، تأكدنا من اقتطاع احتياط المعاش من العلاوة دي، انطبقت عليهم شروط المؤسسات الصحفية القومية، وهم السبع جهات اللي حضرتك أشرت ليهم بإجمالي 7203 صاحب معاش. بالنسبة لبقية القطاع الخاص، لأن أنا مش معني بالمؤسسات الصحفية فقط. طبعاً. أنا ببص على أي حد بيقول أنا ده حقي وما خدتوش. صحيح صحيح. فوجدنا 64 منشأة تأكدنا من توافر الشروط في شأنها، بإجمالي عدد مستفيدين 24022. تأكدنا من أن 77 منشأة لم تنطبق عليها الشروط. يعني ما فيش قرار منح بالعلاوة ولا العلاوة دي لهم في المرتب ولا اقتطع منها احتياطي معاش، بإجمالي حوالي 3888. وفي 90 منشأة أخرى لما رحنا نفتش قالوا لنا الدنيا ادولنا مهلة عشان الكورونا، نجهز الورق، وإحنا اللي بنبادر وبنكلمهم كل يومين ثلاثة يا جماعة إحنا عايزين نخلص عشان لو في حد ليه حق ندهوله، بإجمالي 33341. رجعنا تنفيذ المرحلة الأولى اللي اتنفذت في شهر 7 اللي فات، وجدنا بعض الحالات اللي مستحقة ولم تدرج لأسباب فنية مش عايز أخش بتفاصيلها. تمام. بإجمالي 27,000 واحد. فكده مجموع الأرقام اللي هتستفيد اللي قلت لحضرتك عليها تصل تقريبا لحوالي 60,000 مستفيد. 60,000 دول إن شاء الله. أيوه. فدول إن شاء الله إحنا شغالين النهاردة لغاية دلوقتي، وهنعمل صرفية معاشات شهر 9، وهننزل لل 60,000 فروق المعاش بتاعتهم لغاية شهر 9، وهنصرف لهم الربع الأول من المتجمد اللي صرف في 1/7 لبقية الناس اللي كانت صرفت. سيادة اللواء، كان في خبر من حوالي أسبوع تقريبا إنه الأموال بتاعت التأمينات
الغاء الاعفاء اللي كان مقرر على الاستثمار في مجال اذون الخزانه وغيره. ووزير الماليه اكد تماما انه لا يمكن ان يدار مضمونه 100% بضمان الخزانه العامه للدوله. برضو القاء الضوء على دي لانه بعض الناس برضو ما فهمتهاش قوي. طيب هو بس علشان القانون اتوافق عليه في مجلس النواب صحيح وراح للمؤسسه الرئاسه صحيح لاعتماده. فهو القانون بيتكلم على احنا كان عندنا اعفاء على عوائد سندات واذون الخزانه اللي بنستثمر فيها الاموال بتاعه التامينات صحيح. فالاعفاء دون لسبب او لاخر عند وزاره الماليه شافت ان الاعفاء عايزه تشيل الاعفاء ده. اتناقشنا معاهم وراجعناهم. كان المقترح الاول هو الغاء الاعفاءات بالكليه، يعني خضوع كل عوائد الاستثمار بتاعتي في سندات واذون الخزانه للضريبه العامه على الدخل. بالتفاهم معاهم وصلنا لاعفاء 50%، واثناء مناقشه القانون في مجلس النواب اقر القانون باعفاء 65% من عوائد الاستثمار من الضريبه، يبقى اللي هيخضع حوالي 35%، وده هيبقى رقم مش كبير ومش مؤثر. تمام يا فندم. انا بشكر حضرتك جدا سياده اللواء جمال عوض رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي على هذه الايضاحات وعلى وقت حضرتك.